أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نقوم الآن بشرح الجزء الثاني من مادة الفصل الثاني، ويحتوي هذا الجزء على الموضوعين الآخرين من مقاييس النزعة المركزية، وهو الوسيط والمنوال. الوسيط هو عبارة عن القيمة الوسط، أن نختار القيمة الوسط لهذه المشاهدات. الوسيط رح ناخده نوعين، الوسيط للمشاهدات أو المفردات، والوسيط للجداول التكرارية زي ما أخذنا الوسط الحسابي. هلأ الوسيط بالنسبة للمشاهدات أو المفردات كيف بنوجده؟ أول إشي لازم نرتب هاي المفردات ترتيبا تصاعديا ونشوف عدد هاي المشاهدات. إذا كان العدد فردي فبناخد القيمة التي ترتيبها N زائد 1 على 2، أما إذا كان العدد زوجي فبناخد القيمتين اللي ترتيبهم N على 2 وN على 2 زائد 1، وبناخد المتوسط تبعهم. يعني لو إجينا أخذنا هذا المثال، أوجد الوسيط المشاهدات التالية. أول إشي رتبنا هاي المشاهدات ترتيبا تصاعديا، 1 3 4 2 3، رتبنا ترتيبا تصاعديا. كم عدد هاي المشاهدات؟ هاي عددها فردي. إذا كيف بدنا نوجد ترتيب المشاهدة؟ عدد فردي زي ما احنا شايفين حاطين انه تحت خطين تحت عدد فردي، بتقول عددها 7 زائد 1 على 2، إذا المشاهدة رقم 4 هي الوسيط والتي هي 3. هاي بالنسبة ل إذا كان العدد فردي. أما إذا كان العدد زوجي زي المثال الآخر، الوسيط للمشاهدات التي عددها زوجي، برجع برضو برتبها تصاعديا، بشوف المشاهدتين. تنتبهوا العدد الفردي هي مشاهدة واحدة، العدد الزوجي يكونهم عددهم زوجي رح يطلع عندي مشاهدتين. كيف بدي أوجدهم؟ بقول إن على 2 وإن على 2 زائد 1، يعني 10 على 2 و10 على 2 زائد 1، المشاهد رقم 5 و6. شو بعمل هاي 5 و6؟ بوجد الأفرش تبعهم، بجمع 213 زائد 223 على 2، بيطلع الوسيط وهو 218. هلأ من رح نحكي عن الوسيط للجداول التكرارية، وهي الحالة الثانية. الوسيط للجداول التكرارية يجب أن نعرف الفئة الوسيطية. كيف بعرف الفئة الوسيطية؟ بجي قسم مجموعة التكرارات على 2. طبعا رح ناخد هذا الجزء بعد ما نخلص المقاييس النزعة المركزية، بعد المنوال رح نشرحه، لأنه هذا الجزء متعلق بالمئينات. الوسيط في الجداول التكرارية هو المئين 50، رح يتم شرحه شرحا مفصلا في الجزء الثالث من هذا من التسجيل. الوسيط إذا في الجداول التكرارية MD هو B50 خلينا نقول B50 هي المئين 50، والحساب الوسيط بدنا نحسب المئين 50. هلا رح نحكي خصائص الوسيط زي ما حكينا خصائص الوسط الحسابي. نفس الفكرة، انه اذا كان هناك متغيرين اكس وواي مرتبطون بالعلاقة واي تساوي اكس زي بي، اي اشي بيأثر على اكس يؤثر على واي. يعني ممكن انا او يكون عندي اكس اللي هي الوسيط اللي اوجد الواي اللي هي الوسيط بعد التعديل. طبعا الوسيط زي الوسط الحسابي زي المنوال يتأثر بجميع العمليات الحسابية الأربعة، جمع وطرح وضرب وقسمة. إذا كان الوسيط لمجموعة من المفردات هو 50، وتم تعديل هذه المفردات بالعلاقة واي تساوي 3 إكس زائد بي، على اعتبار الإكس اللي هون هي الوسيط قبل تعديل المشاهدات. إذا كيف بده يكون واي اللي هو الوسيط بعد تعديل المشاهدات؟ بس بطبق على المعادلة إكس اللي هي الوسيط اللي هي 50 زي ما عملنا بالأمثلة السابقة للوسط الحسابي. إذا الوسيط الجديد اللي هو واي يساوي 160. النوع الثالث من مقاييس النزعة المركزية هو المنوال. المنوال هو المشاهدة الأكثر تكرار، سواء كانت في الجداول التكرارية أو المفردات. والنوع الأول رح ناخذه اليوم المنوال للمفردات، وهو المشاهد الأكثر تكرار. يمكن أن يكون هناك منوال واحد أو منوالان أو متعدد المنوالات أو لا يوجد منوال. رح نحكي على بعض هذه الحالات. هل عندي بهاي التمرين الأول عندي أوجد المنوال لهذه المشاهدات؟ بنطلع لما نرتبهم إنه أكثر تكرار عندي للمشاهد رقم 8، إذن المنوال رقم 8. لو نطلع على المثال الثاني،
2 2 3 3 4 4. هنا المشاهدات جميعها لها نفس التكرار، إذا لا يوجد منوال. المثال الثالث 1 2 3 3 2، إذا مين اللي عندي المنوال اللي هم نفس التكرار 2 و3؟ إذا عندي يوجد منوالان وهو 2 و3. المنوال الجداول التكرارية هو الفئة، مركز الفئة الذي يقابل أكبر تكرار. إذا هون شو مطلوب منك تطلع؟ مطلوب منك تطلع على أكبر تكرار وتطلع المركز لهاي الفئة. طبعا أنا بدي أشوف بهاي الجزء في عندي إشي اسمه الفئة المنوالية والمنوال في الجداول التكرارية. هل أول إشي شو هي الفئة المنوالية؟ بروح على أكبر تكرار، هي هاي الفئة المنوالية. كيف بدي أطلع المنوال؟ بوجد المركز الفئة لهاي التكرار، الحد الأعلى زائد الحد الأدنى على 2. طبعا هنا الوسط بتقدر تحل نفس التمرين توجد الوسط الحسابي لهذا المثال. هلا خصائص المنوال نفس خصائص الوسط الحسابي نفس خصائص الوسيط، انه في علاقه بين متغيرين اكس وواي. اذا عدلت هاي المشاهدات بهاي العلاقه فانها يؤثر على يعطيني المنوال الجديد بنفس العلاقه اللي بتاثر فيها. كالتمرين التالي اللي هو اذا كان الوسط، طبعا هون بطلع 3 مقاييس، الوسط الحسابي الوسيط والمنوال. مشاهدات عندي على الترتيب 50 وسط حسابي، 52 وسيط، 51 منوال. تأثرت هاي الثلاث مشاهدات أو الثلاث مقاييس بالمعادلة التالية y تساوي 3x ناقص 60. أوجد الوسط الحسابي الوسيط بالمنوال بعد التعديل. كل وحدة بغيرها بحط مكانها الوسط الحسابي الوسيط والمنوال، بيطلع عندي الوسط الحسابي الجديد، الوسيط الجديد، المنوال الجديد. الوسط الحسابي الجديد بس بطبق على المعادلة، عندي الوسط الحسابي قبل التعديل 50، إذا بعد التعديل بطبق على المعادلة بيطلع 90. نفس الشيء الوسيط، الوسيط قبل التعديل 52، بطبقه على المعادلة 3 في 52 ناقص 60 بيطلع 96. المنوال قبل التعديل 51، بطبقه على المعادلة بيطلع 93. هلا شو هي العلاقة الخطية بين المقاييس الثلاث اللي هو الوسط الحسابي والوسيط والمنوال؟ المنوال يساوي 3 أضعاف الوسيط مطروحا منه ضعفي الوسط الحسابي. كتابة المنوال يساوي 3 أضعاف الوسيط ناقص ضعفي الوسط الحسابي. طبعا هذا بستخدمه العلاقة الخطية بين المقاييس الثلاث لإيجاد أحد المقاييس إذا علم 2 الآخرين. شو بحكي لي هنا؟ إذا كان الوسط الحسابي والمنوال والوسيط على التوالي، إذا كان المنوال والوسط الحسابي على التوالي 60 و66، أوجد الوسيط بس بطبق على ويش؟ على المعادلة. بقول لي MO 60 3 MD، بدي أطلع الـ MD الوسيط ناقص 2 في 66. طبعا بحل معادلة خطية بمتغير واحد اللي هي الـ MD، بنقولها على الطرف الثاني وبجيب 60 على هذا الطرف، بيطلع 3 MD بتساوي 192، بقسم الطرفين على 3 بتطلع الام دي هي 64. لهون رح نوقف، رح نوافيكم بفيديو اخر يشرح لكم القسم الثالث والاخير من هذا الفصل. يعطيكم العافية وبانتظار استفساراتكم اذا ما كنتوا فاهمين اي شيء.